محافظة قنا من المحافظات المصرية التي تشهد الكثير والكثير من المشروعات القومية، ولعل أبرزها هو محور الشهيد الرائد باسم فكري، والذي تبلغ تكلفته حوالي 1,500,000,000 جنيه، ويمتد بطول 19 كيلومتر وعرض 21 مترا، ويشتمل على 30 عملا صناعيا بواقع 14 كوبري و16 نفقا، وذلك لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف. المحور سيخدم العديد من المشروعات التنموية الكبرى بالمحافظة، كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة، والمنطقة الصناعية بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا، والتي ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة. إضافة لذلك، يأتي إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي كواحد من المشروعات القومية الكبرى. ومن ضمن المشروعات المهمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتم بمدينة فرشوط، والتي تبلغ تكلفتها 250,000,000 جنيه، وتضم 3 محطات رفع رئيسية و44 كيلومتر شبكات انحدار وغيرها الكثير والكثير. من مصر، طارق أحمد.